احنا كل حضراتكم الى مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ونتعرف مع بعض على كواليس ما قبل مباراه اليوم الهامه من خلال مراسلنا العزيز شريف شعبان. شريف، صباح الفل عليك، اهلا بيك. صباح الخير على الاهلي والاهلاويه، صباح الخير كريم، صباح الخير نهاوند. يمكن من فندق الاقامه في التجمع الخامس قبل مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هتكون في الثامنه مساء على استاد القاهره الدولي. خلينا اقول لكم الاول الحاله المروريه عشان نقدم خدمه 5 ستارز لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن في كثافه مروريه كبيره جدا على كوبري كوبر، خصوصا المتجه من مدينه نصر الى وسط البلد، فاللي نازل ينزل بدري شويه، في كثافه مروريه كبيره جدا المتجه من مدينه نصر الى وسط البلد، ولكن من وسط البلد الى التجمع الخامس يمكن في كثافه مروريه ولكن قليله شويه، يمكن يعني الكوبري ماشي الى حد ما. يمكن دي كانت الحاله المروريه صباحا لطبعا 10 الصبح في الاهلي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن الفطار حالا في العاشره صباحا هيستمر حوالي نصف ساعه، الغدا هيكون النهارده في الثانية ظهرا طبعا قبل مباراة الأهلي وبيراميدز. خلينا أقول لكم الأهلي بيدخل اللقاء عنده في المقدمة طبعا برصيد 35 نقطة، بيراميدز بيخش اللقاء في المركز الثاني برصيد 63 نقطة. يمكن حكم مباراة اليوم هو حكم طبعا الحكم محمود البنا وحكم دولي، بيساعده كل من احمد حسام مساعد اول، احمد توفيق مساعد ثاني، حكم رابع محمد محسن، حكم الفيديو اليوم محمود دسوقي ومصطفى عثمان. غيابات النادي الاهلي حدث ولا حرج النهارده في مباراه الاهلي وبيراميدز. يمكن بيغيب سوبر ستار طبعا محمد الشناوي، علي معلول، ايمن اشرف، جيلاردو، رام ربيع، مروان محسن طبعا، ومحمود متولي. بطمنك وبطمنكم طبعا وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي على محمد الشناوي. محمد الشناوي باذن الله جاهز لمباراه الوداد المغربي بنسبه 100% باذن الله. دعواتكم ودعوات كل الاهلاويه باذن الله يكون النهارده فوز، ويكون باذن الله طبعا وداد او ماتش الوداد المجموعه مباراتين باذن الله الاهلي يتاهل الى نهائي افريقيا عشان نفوز باذن الله بالنجمه التاسعه. قائمه المباراه اللي اختارها مستر موسيماني طبعا وجهازه الفني بالامس 21 لاعب، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، عربي بدر، احمد فتحي، كهربا، صالح جمعه، وليد سليمان، حسين الشحات، اليو ديانج، سليه افشه، الشيخ اجاي، محمد هاني، شادي رضوان، محمد شكري، محمد فخري، بادجي. يمكن بقى لنا ثلاث اربع ايام السوشيال ميديا كلها بتتكلم الاهلي هياخد اللقاء النهارده ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين ولا هيلعب بالفول تيم. امبارح كان التمرين مغلق تماما لكل الاعلام، ما اقدرش طبعا، انا طبعا شاهدت جزء كبير امبارح من المباراه ولكن ما اقدرش اكشف ورق موسيماني لكل مشاهدينا، ولكن يبقى السؤال هنعرفه النهارده في الثامنه مساء، الراجل النهارده هيدفع باربع خمس ناشئين النهارده في تشكيلته ولا هيلعب بالقوام الرئيسي؟ هنعرف الاجابه باذن الله في الثامنه مساء. دعواتكم ودعوات كل مشاهدي قناه النادي الاهلي النهارده يا اهلي يفوز على فريق بيراميدز ويصل الى النقطه 88 عشان يعمل رقم قياسي جديد، وكالعاده عاوز ارقام قياسيه دور عليها مش هتلاقيها غير عند النادي الاهلي. اعود لكم من جديد. بنشكر زميلنا العزيز شريف شعبان، شكرا جزيلا.